شكرا سالم بن حضيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير. من هنا من على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة في هذا المهرجان السنوي الكبير، على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. متابعينا في كل مكان وفي كل زمان على بركة الله، انطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الرابع وشوط الخنجر الفضي للثنايا القعدان العمانيات، والمسافة هي 8 كيلومترات. انطلقت الأسماء والشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، من يحتل الصدارة والانطلاق الأول ومن يتواجد مع المركز الأول، هنالك شعار الكعبي. من يتقدم مع أول الأسماء مقدما لنا حداد ومحمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، مقدما لنا حداد مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات والقدوم من جمران ومطر بن حمد بن محمد المنصوري، يقدم لنا جمران مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من ضاري ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي وابناء الامارات العربية المتحدة، ابناء مرغم وابناء دانة الدنيا دبي. يتواجد شعار بن مرخان، شعار الصعب من يثبت الوجود دائما وابدا في كل الميادين الخليجية، يحضر هذا الشعار بكل ما لديها. المركز الرابع يصل ويتقدم وهان ومانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي الشامسي، وهنا يتقدم شعار الشامسي وعلوه من يقدم لنا وهان صاحب الانجازات وصاحب البطولات، يتقدم بشعار بن حماد. شعار بن حماد الغني عن التعريف، من ينطلق مع وهان على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والقدوم من مثير، مطر بن محمد بن راشد الطنيجي يتواجد، شعار الطنيجي مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا في كل مكان للخمسة الأسماء الحاضرة المتواجدة في دائرة النداء الباحثة عن الخنجر، الخنجر الفضي زايدا 1,000,000 ريال قطري بالفائز بالمركز الأول. الخنجر بالانتظار، الخنجر بالانتظار. يا سلام، العودة مباشرة إلى جمران. مطر بن حمد بن محمد المنصوري يقدم لنا جمران مع أول الأسماء. المركز الثاني الوصول من حداد، وهذا شعار الكعبي دائما وابدا، هذا الشعار مستهدفا للرموز، مستهدفا للرموز، مقدما لنا حداد باحثا عن الخنجر الغالي بشعار الكعبي بشعار ابناء الدوحة ابناء الشحانية. يتقدم الكعبي بامال ابناء التحدي. يا سلام يا الكعبي وزايد الخيارين، زايد بن سعيد، من يراقب هذا الشعار؟ من يراقب حداد؟ من ينهد على الصدارة على الانطلاق الاول؟ المركز الثاني جمران ومسعود بن جابر.
أو جمران بشعار مطر بن حمد بن محمد المنصوري يتقدم مع مركز الوصافة. المركز الثالث الوصول من ظاري ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا ظاري مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل هنا وهان ومانع بن علي بن حماد الشامسي وعلي بن سعيد الزرعي. من يراقب شعار بن حماد؟ من يراقب شعار بن حماد وابناء الامارات العربية المتحدة وابناء عاصمة الميادين ميدان الوثبة؟ يتقدم شعار بن حماد ممثلا لابناء الوثبة. يا سلام يا وهان. من يتقدم مع المركز الرابع؟ المركز الخامس شهاب منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي يقدم لنا شهاب مع المركز الخامس. ولكن العودة الى شعار الصعب، الى شعار الصعب. من يتواصل مع المركز الاول؟ من يحاكي الصدارة؟ من يحاكي الخنجر مع انطلاقة ظاري؟ ظاري الصعب مع المركز الاول محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتواصل مع انطلاقة ظاري. المركز الثاني هداد بشعار الكعبي يتواصل مع هداد محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي وزايد بن سعيد الخيارين يقدم لنا هداد مع المركز الثاني. المركز الثالث جمران بشعار مطر بن محمد بن حمد بن محمد بن عصيان المنصوري متواصلا مع انطلاقة جمران على المركز الثالث. المركز الرابع شهاب منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي وشعار الاحبابي يتواصل مع شهاب مع المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات يصل وهان مانع بن علي بن حماد الشامسي غير مع رابع الأسماء يتقدم بشعار بن حماد على المركز الرابع. المركز الخامس شعار راعي اليمشى واصل في هذه اللحظات مقدما لنا انطلاقة المايدي. وصل المايدي في هذه اللحظات، وصل المرشح، وصل المصنف. هنا راعي اليمشى يقدم لنا المايدي وحمد بن هيام بن سالم العامري العامري ينطلق مع المايدي على المركز الرابع. المركز الخامس وصل هنا حشيم وحمد بن هيام بن سالم العامري العامري مستهدفا للخنجر، مستهدفا للخنجر مع حشيم ومع المايدي على المركز الرابع والخامس. ولكن العودة الى الصعب، العودة الى شعار بن مرخان مع المركز الاول مقدما لنا ظاري. ظاري مع المركز الاول محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا ظاري مع المركز الاول. ينطلق شعار الصعب مع الصدارة باحثا عن الخنجر ابناء الامارات العربية المتحدة. ولكن هداد مع المركز الثاني بشعار الكعبي بشعار محمد بن ناصر بن حطام الكعبي يقدم لنا هداد مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل شهاب، وصل شهاب في هذه اللحظات. هنا يتقدم بشعاره على المركز الثالث شهاب بشعار الاحبابي ينطلق مع المركز الثاني. منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي يقدم لنا شهاب مع المركز الثاني. المركز الثالث المايدي بشعار حمد بن هيان بن سالم العامري ينطلق مع المايدي على المركز الثالث. المركز الرابع حشيم حمد بن هيان بن سالم العامري يتقدم مع حشيم والمايدي على
على المركز الثاني والثالث، المركز الرابع شعار بن قذلة، المركز الخامس شعار الكعبي مع هداد، ولكن العودة إلى شعار الصعب وإلى راع اليمشى والصعب بن نهيان وبن مرخان وبن نهيان، ولكن حشيم الخنجر بالانتظار. يا سلام يا راع اليمشى، انطلق مع حشيم حمد بن نهيان بن سالم العامري، 1500 ما تبقى عن الخنجر، الخنجر الفضي بن نهيان، وصل شعار العامري مع المقمع حمد بن محمد بن سهيل العامري، يقدم لنا المقطع مع المركز الثاني، المركز الثالث شعار بن مرخان، وايضا الوصول من شاهين بشعار الاحفاري عبد الله بن حمد بن مي الاحفاري، يقدم لنا شاهين، ولكن حشيم راع اليمشى ابناء الامارات العربية المتحدة يتقدمون مع الكيلو الكبير، كيلو الخنجر، كيلو ميدان التحدي، ولكن حشيم راع اليمشى حمد بن نهيان بن سالم العامري، ولكن المقطع مع المركز الثاني حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان بو حمد، روح إلى الخنجر، يا سلام حشيم، والمقطع الأمتار الأخيرة، يا بابا 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 بابا، يب كب 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 كب، انطلق حشيم، الأمتار الخطيرة، حمد بن نهيان بن سالم العامري، راع اليمشى أبناء الإمارات العربية المتحدة، مع الخنجر، مع راع اليمشى، إلى الحير السلام، إلى الحير السلام، إلى راع اليمشى السلام، إلى العامري السلام، إلى أبناء الإمارات السلام، تهانينا والناموس لراع اليمشى حمد بن نهيان بن سالم العامري، حشيم، الخنجر مع راع اليمشى، تهانينا والناموس لحمد بن نهيان بن سالم العامري، المركز الثاني، المقطع بشعار حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، المركز الثالث، كان مشاغب علي بن سهيل بن علي اليبهوني، المركز الرابع كان زكريت عبد الهادي بن خليل بن منصور الشواني، المركز الخامس كان شاهين بشعار عبد الله بن حمد بن مي الاحفاري، تهانينا الى ابناء الحير من ذهبوا بالسلامات الى ابناء الامارات العربية المتحدة والى ابناء الحير، مع شعار بن نهيان، مع شعار راع اليمشى، من قدم لنا حشيم، وتهانينا الى محمد بن سالم بن نهيان، تهانينا والف مبروك على هذا الانجاز التاريخي في هذا المساء، من حضر بشعاره راع اليمشى حمد بن نهيان بن سالم العامري، والسلامات الى ابناء الحير على هذا الانجاز المميز وهذا الانجاز التاريخي، من قدم لنا حشيم بهذا الاداء الكبير، بهذا الاداء المميز، حمد بن نهيان بن سالم العامري، تهانينا والف مبروك الى ابناء الامارات العربية المتحدة على هذا الانجاز في هذا المساء. التوقيت الزمني 12 دقيقة 11 ثانية 36 جزء من الثانية، تهانينا لمالك حشيم حمد بن نهيان بن سالم العامري على هذا الانجاز.
المركز الثاني كان الوصول من المقطع حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، توقيت الزمني 12 دقيقة 16 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا لمالك المقطع حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثالث كان مشاغب بشعار علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري، توقيت الزمني 12 دقيقة 17 ثانية 21 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان.